صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ لي أمي وأبي بعينك التي لا تنام. اللهم ارزق أبي وأمي بركة في العمر وصحة في الجسد. اللهم لا تكتب لهما حزنا ولا مرضا ولا هما، واجعلهما أسعد خلقك وارزقهما الجنة يا الله. يا اللهم احفظ لي أمي وأبي بعينك التي لا تنام. اللهم ارزق أبي وأمي بركة في العمر وصحة في الجسد. اللهم لا تكتب لهما حزنا ولا مرضا ولا هما، واجعلهما أسعد خلقك وارزقهما الجنة يا الله. يا اللهم احفظ لي أمي وأبي بعينك التي لا تنام. اللهم ارزق أبي وأمي بركة في العمر وصحة في الجسد. اللهم لا تكتب لهما حزنا ولا مرضا ولا هما، واجعلهما أسعد خلقك وارزقهما الجنة يا الله. يا الله. اللهم احفظ لي أمي وأبي بعينك التي لا تنام. اللهم ارزق أبي وأمي بركة في العمر وصحة في الجسد. اللهم لا تكتب لهما حزنا ولا مرضا ولا هما، واجعلهما أسعد خلقك وارزقهما الجنة يا الله. يا الله. اللهم احفظ لي أمي وأبي بعينك التي لا تنام.
اللهم ارزق أبي وأمي بركة في العمر وصحة في الجسد. اللهم لا تكتب لهما حزنا ولا مرضا ولا هما، واجعلهما أسعد خلقك وارزقهما الجنة يا الله يا اللهم احفظ لي أمي وأبي بعينك التي لا تنام. اللهم ارزق أبي وأمي بركة في العمر وصحة في الجسد. اللهم لا تكتب لهما حزنا ولا مرضا ولا هما، واجعلهما أسعد خلقك وارزقهما الجنة يا الله يا الله. اللهم احفظ لي أمي وأبي بعينك التي لا تنام. اللهم ارزق أبي وأمي بركة في العمر وصحة في الجسد. اللهم لا تكتب لهما حزنا ولا مرضا ولا هما، واجعلهما أسعد خلقك وارزقهما الجنة يا الله يا الله. اللهم احفظ لي أمي وأبي بعينك التي لا تنام. اللهم ارزق أبي وأمي بركة في العمر وصحة في الجسد. اللهم لا تكتب لهما حزنا ولا مرضا ولا هما، واجعلهما أسعد خلقك وارزقهما الجنة يا الله يا اللهم احفظ لي أمي وأبي بعينك التي لا تنام. اللهم ارزق أبي وأمي بركة في العمر وصحة في الجسد. اللهم لا تكتب لهما حزنا ولا مرضا ولا همّا،
واجعلهما أسعد خلقك وارزقهما الجنة يا الله يا اللهم احفظ لي أمي وأبي بعينك التي لا تنام. اللهم ارزق أبي وأمي بركة في العمر وصحة في الجسد. اللهم لا تكتب لهما حزنا ولا مرضا ولا هما، واجعلهما أسعد خلقك وارزقهما الجنة يا الله يا